وينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية، بالطبع هناك علاقات أزلية وتاريخية بين مصر والصين، ومن الملحوظ أنها حققت طفرات منذ عام 2014 بالتحديد، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصين ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني. قراءتك لملامح تطور العلاقات بين البلدين؟ يعني العلاقات الصينية المصرية فعلا شهدت تطورات كبيرة، انطلاقا من مبدأ أساسي في السياسة الصينية الخارجية، ان هي يعني تحترم خصوصية كل دولة، لا تجعل الشؤون السياسية او اي مسائل اخرى تطغى على المصالح الفعلية اللي هي العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية والاستثمارات وتبادل المصالح. يعني ده بالتفكير الآسيوي العملي، ان المصالح هي الأساس السليم والقوي لأي علاقات مع الدول، وكلما تم تنمية المصالح وتوسعة نطاقها كلما قويت العلاقات، وهذا ما سعت إليه الصين في السنوات الأخيرة مع مصر، سواء بالمشاركة في عدد من المشروعات التنمية في محور قناة السويس والمدن الجديدة والنقل وأيضا غيرها من المشروعات، وتطمح إلى الدخول في مشروعات أخرى جديدة. العقلية الصينية يعني عقلية دقيقة جدا في التفكير، بتقوم على التخطيط طويل المدى. مثلا موضوع الحزام والطريق، الحزام والطريق له جانبين، يعني له جانب خاص بالصين وده هو بيخدم تجارتها العالمية ومصالحها والتوسع في صناعتها في العديد من الدول، بحيث يبقى لها مراكز صناعية موجودة في مصر وفي دول أخرى في منطقة الخليج، لتكون مجال لتصدير الصناعات الصينية إلى المناطق المحيطة بها. ده يجب ان احنا نراعيه، وده تم بحثه طبعا قبل كده، في ان لا تؤدي الصناعات دي الى التأثير على صناعات مصرية مستقرة وقائمة. بالنسبة للمجال السياسي، المجال السياسي في تطابق تقريبا في وجهات النظر. نعم، يعني وبالتحديد يعني الحديث بالتأكيد سيكون هناك حديث بين الجانبين حول القضية الفلسطينية، لأن بالطبع مصر والصين لديهما مواقف متشابهة ومتطابقة تجاه القضية الفلسطينية، وتؤيد بالطبع بكين حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. هو الصين يعني قد البعض قد يظن أن ما يحدث في غزة لم يؤثر على مصالحها، بالعكس أثر تأثيرا كبيرا على تدفق التجارة ويسر مرور التجارة سواء من البحر الأحمر إلى قناة السويس وإلى الدول الأخرى. أيضا بالنسبة للتوتر الحادث سواء مع إيران أو مع سوريا أو مع لبنان أو والآن بين مصر وإسرائيل وبين دول عربية العديدة وبين إسرائيل، هي لها علاقات مع إسرائيل ولكنها لا تؤيد السياسة الإسرائيلية في الإنكار والتنكر لحق الشعب الفلسطيني، وترى أن تحقيق السلام في المنطقة هو بإقامة الدولتين كما تقرر منذ البداية في الأمم المتحدة. وبالتالي الصين الآن يعني بتتشاور مع مصر ما هو السبيل لأن وقف العمليات اللي بيقوم بها الحوثيون ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، ودي أثرت على الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. السبيل هو وقف القتال، لأن هم ربطوا ما بين وقف هذه العمليات ووقف القتال. كذلك في أمن واستقرار البحر الأحمر طبعا يهم مصر كثيرا وكل الدول المشاطئة للبحر الأحمر. أيضا بالنسبة لمسألة الإرهاب، في قاعدة أساسية أن طالما أن هناك منازعات وصراعات فلابد أن تنشأ منظمات إرهابية سواء مدفوعة بدول تريد أن تزعزع استقرار الدول والمنطقة أو أنها بتخلق من الخلافات بين جماعات مختلفة، وده شايفينه في سوريا، شايفينه في ليبيا إلى حد ما، أو الوضع ولو أن الوضع استقر في العراق، اليمن، في كل هذه المناطق، في أفريقيا. فأفريقيا أيضا هناك في انتشار صيني كبير جدا
في القارة الأفريقية، بحيث أنها أصبحت هي وروسيا بتنافس الدول الغربية في أفريقيا. مصر أيضا لها دور كبير جدا في أفريقيا وتعاون في أفريقيا مع الدول الأفريقية، فبالتالي هنا في مناطق كثيرة مشتركة ممكن التنسيق بينها. طبعا الصين كقوة اقتصادية عالمية هي تقريبا الاقتصاد الثاني في العالم الآن، وتطمح أنها في خلال العشر أو الخمسة أو ست سنوات القادمة في 2030 أن تصل إلى أنها تبقى الأولى في العالم على ضوء المشاكل العديدة التي واجهها الاقتصاد الأمريكي وتورطه في الحرب الأوكرانية اللي لحد ما استفادت منها الصين يعني. ولكن الصين متفقة مع مصر أن الحرب الأوكرانية على الأوان أن تنتهي بصورة أو بأخرى. فهناك الكثير من المسائل التي ممكن التعاون بها، خاصة وأن الصين لها يعني صوت الفيتو في مجلس الأمن وهي دولة مؤثرة. ولكن للأسف أن الولايات المتحدة الأمريكية بتتبنى إسرائيل في كل المجالات و تدافع عنها بالحق وبالباطل بلا مبرر يعني. نعم، إذا تحدثنا عن الشراكة الاقتصادية القوية التي تجمع بين البلدين، بين مصر والصين، انتقلت هذه العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستويات أرقى وأعمق من التعاون المشترك في جميع المجالات منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين قبل 10 سنوات. كيف تقيم ذلك؟ يعني أنا في رأيي من ناحية الدراسات الاقتصادية بغض النظر عن أي شيء، إن الميزان التجاري فيه خلل كبير جدا لصالح الصين. يعني العلاقات التجارية العام الماضي وصلت تقريبا 13.5 مليار دولار، إحنا نصيبنا يعني أقل من مليار. فبالتالي هنا محتاجين إن إحنا نوازن نسبيا الميزان التجاري. أيضا في نقطة لازم هيئة الرقابة على الواردات تراقبها، لأن المستوردين المصريين بيحاولوا إن هم يستوردوا الصناعات الرخيصة الصينية، وهم عندهم 7 أو 8 مستويات حسب الطلب، فبالتالي لابد إن الرقابة تراقب هذه الصناعات. نعم. لأنها غزت السوق المصرية وقضت على بعض الصناعات أو أثرت عليها بعض الصناعات المصرية. ولكن هناك إجراءات بالطبع تتخذ من أجل تطبيق المواصفات القياسية للجودة، المعايير الصناعية. نعم. على المستورد. نعم. لأن لا يجب أن يسمح له، لابد أن يكون هناك في استيراد. لأن أنا شفت الصناعات الصينية في أوروبا والصناعات اللي بتيجي في مصر، فارق كبير جدا. دي نقطة. النقطة الأخرى ان الصناعات الاستثمارات الصناعيه اللي تقوم بها الصين داخل مصر، مش في المناطق الحره، المناطق الحره طبعا دي مفتوحه لاي صناعات تطلبها الصين، وده احنا بنشجعه لان بيوفر عماله، بيوفر استثمارات، بيوفر يعني تنميه في مناطق معينه خاصه محور قناه السويس. ولكن داخل الجمهوريه نفسها داخل مصر لابد الا تنافس الصناعات المصريه المستقره. نعم بالطبع. يعني إذا تحدثنا عن منطقة والملابس الجاهزة بالذات. نعم، إذا تحدثنا عن منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، هي بها تقريبا حوالي 140 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية، وبالطبع زي ما ذكرت حضرتك أنها بتوفر الآلاف من فرص العمل، وأيضا بيتخطى حجم الاستثمارات فيها 3.3 مليار دولار، وبتوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل. كيف تقيم هذه المنطقة، منطقة تيدا، وهو مثال ونموذج تطبيقي على العلاقات المصرية الصينية الناجحة في مجال التجارة والاستثمارات؟ لا بلا شك أنه هو مثال ناجح، يعني مثال ناجح للتعاون وبينافس الدول الأخرى. يعني احنا في دول أوروبية لم تصل إلى هذا المستوى. يعني ما زالت الدول الأوروبية في حدود صناعات معينة ومجال معين. الصين يعني فتحة على هذا المجال اهتماما كما ذكرت من قبل بالحزام والطريق، أنها تريد أن تكون مصر محطة مهمة في الحزام والطريق، بتربط ما بين الشرق الأقصى والبحر والمحيط الهندي وبين البحر المتوسط، أيضا شرق أفريقيا والمنطقة العربية وشمال أفريقيا. فهنا في اهتمام بهذه الصناعات، وده شيء عظيم جدا.
ونرجو ان ايضا يكون في توطين صناعه في الداخل ايضا في مصر. نعم. يعني توطين صناعه ليست، واكرر الكلمه دي، ليست منافسه للصناعات المصريه، لان احنا عندنا صناعه منسوجات وملابس جاهزه متميزه. يجب ان نتوسع فيها وننميها بحيث انها تنافس الصناعات الاخرى سواء التركيه او الهنديه او غيرها. نعم سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.